طيب اذا هلا الاختلاف، هلا بنرجع للمثال اللي حليناه المره الماضيه، المثال اللي حليناه المره الماضيه ما كانش في ريستريكشن على التوب سبيد. يعني ما وصلنا ما مشينا على يعني ضلينا نطلع ما بيطلع بعدين ننزل مره ثانيه، ولذلك سميناه تراينجلر. هلا هون انا بدي اعدل الهاد، بدي اقول انه هاي السرعه عاليه اللي احنا وصلنا 24 متر بالثانيه عاليه، اللي هي كانت وصلت حوالي 86 كيلومتر بالساعه. الان على مالي بقول خليني الان احط ريستريكشن على التوب سبيد. لو كان عندي ريستريكشن على التوب سبيد يعني هذا البيبل موفر ما بقدر يمشي على اكثر من 10 متر بير سكند، ولاحظوا 10 متر بير سكند هي 36 كيلومتر بير اور اللي هي منطقيه اكثر لشيء زي هيك، 30 كيلومتر بالساعه مقبول، ما اظن راح يمشي على سرعات اعلى من هيك. اذا الان هلا بنعيد السؤال مره ثانيه، طبعا الثمن راح ادفعه هو الزمن، راح يزيد عندي الزمن حتى اقطع نفس المسافه، يعني لسه بدي اقطع انا 600 متر، حتى اقطع 600 متر بده يزيد عندي الزمن، فراح يصير التوتال تايم هلا من هون راح يكون اكبر من القيمه الاصليه اللي حققناها اللي كانت اظن 50 سكند 50 سكند اظن حققنا هون. اذا هلا هون صار عندي في شيء جديد، صار عندي هاي المرحله، هاي المرحله الجديده دخلت عندي هون اللي هي كونستنت سبيد، زيرو اكسلريشن زيرو جيرك بس كونستنت سبيد. ففي عندي ريكتانجل جديد من هون ومجموع المساحه راح يضل هلا عندي 600 متر بالثانية. هلا خلينا نرجع مرة ثانية بس نراجع الأشياء اللي حكيناها. كان عندي جي بيساوي يا إما بيساوي ماينس 1 يا بيساوي 0 يا بيساوي بلس 1 حسب المرحلة اللي هي موجود فيها متر سكوير متر بير سكند كيو. إذا تي 1 هون هاي المرحلة اللي موجودة هون بالنسبة لـ A راح يضل يزيد في البداية، راح يكون عندي A of T بيساوي جي تي for t more than 0 less than 1 خلال الفترة هاي. وانا قلنا انه هون بدي 1 second، هاي راح تضلها نفسها. I need 1 second حتى اوصل الـ top acceleration of 1 meter per second cube، لانه هون راح يكون عندي خلال الفترة هاي اذا رسمت الاكسلريشن، الاكسلريشن راح يكون عندي بهذا الشكل من هون. فراح يزيد الاكسلريشن اذا هذه هون a of t راح يزيد لحد ما يوصل 1 meter per second square، بعدين راح يضل على constant acceleration بدي 1، بعدين هون عندي النقطة هاي راح ينزل نفس الشيء ويرجع لزيرو. هلا هون الاكسلريشن عندي زيرو خلال الفتره هاي، اذا راح اضل هون على زيرو اكسلريشن لحد ما اوصل المنطقه هاي، عندي نفس الشيء راح يكون راح ينزل من هذا الشكل، بعدين راح يضل ماشي على ماينس 1 وبعدين راح يرجع هون بهذا الشكل. وبعدين عندي هون اذا صار A of T خلال الفتره هذيك راح يساوي J of T راح يوصل قيمه واحد هون وبعدين هون راح ينزل. هلا في عندي هون بالاول ما كنتش انا عارف حاله التراينجلر، ما كنت عارف التوب سبيد، انا هلا عارف التوب سبيد فبقدر اطلع منها تي 2 من التوب سبيد، لانه عندي هون انا عارف التوب سبيد فهي 10. هلا احنا اذا تتذكروا قلنا انه في اوف تي خلال الفتره الاولى هذيك في اوف تي بدها تساوي تكامل اي اوف تي اللي هي بتصير هاف جي T سكوير مضبوط، واللي هي عندي J اصلا هي 1 فراح تصير هاف T سكوير، ولما T تساوي 1 يعني V of 1 راح تساوي نص متر بير سكند، فV عند النقطة هاي راح تكون 0.5 متر بير سكند عند النقطة هاي. باي سيمتري هذا الارتفاع نص متر بالثانية، إذا هذا الارتفاع راح يكون كمان نص متر بالثانية، بس هاي 10 إذا هاي النقطة راح تكون هون 9.5 متر بالثانية. مضبوط هيك، فصار عندي وصلت انا 10 متر بالثانية، عندي نص من هون، بعدين بطلع من نص ل 9.5، بعدين من 9.5 ل 10 متر بير سكند. نفس الشيء المساحة هاي اللي راح اقطعها هون راح تكون 1 على 6، والسبب انه دي اوف تي بتساوي 1 على 3 جي تي 1 على 3 في 2 اللي راح تصير 1 على 6 جي تي كيوب، وجي لانها 1 بتصير 1 على 6 تي كيوب، وبعدين انا عندي دي اوف 1 اذا راح يساوي 1 على 6 متر، اذا الاريا هاي اللي موجوده هون راح تصير 1 على 6، الاريا هاي اللي موجوده هون قديش ارتفاعها؟ هاي كلها 10 اذا 10 في 1 راح تعطينا الريكتانجل، ايش بطرح من الريكتانجل؟ باي سيمتري هاي الاريا هي نفس هاي الاريا اللي موجوده هون. إذا خليني أسميهم هذول زي ما عملنا هناك، راح نسمي هذه A، راح نسمي هذه الأريا B، راح نسمي هذه الأريا C، وعندنا إحنا قلنا إنه A بتساوي 1 على 6 من المتر، B لسه ما بعرفش بدي أشوف قديش قيمتها من هون، وعندي C تساوي 10 في 1، واضح ليش هذا 1 باي سيمتري كمان، إذا هذا 1 سكند وهذا هون 1 سكند، إذا C عندي راح تكون
10 في 1 ناقص 1 على 6 ودي بتصير 10 ناقص 1 على 6. هلا اذا جينا طلعنا على المنطقه هاي اللي موجوده هون، هذا السلوب قديش عندي؟ هذا السلوب اللي هو ايه مظبوط، وايه قديش قيمتها؟ 1. اذا السلوب تبع هذا اللاين 1. خلينا نطلع هون على هاي المنطقة. هلا انا ممكن استنتج تي مباشرة من هون، انا عارف انه هذا 9.5 مظبوط، وعارف انه هذا نص. قديش ارتفاع المنطقة هاي؟ هذا المثلث 9.5 ناقص نص مظبوط، اللي هي 9 متر بير سكند. اذا صار عندي 9 على هذا الزمن اللي هو تي 2 شو بيساوي؟ دلتا في على دلتا تي، مش هيك؟ يعني ايه بتساوي دلتا في على دلتا تي؟ دلتا في بتساوي 9.5 ناقص نص، ودلتا تي اللي هي نفسها تي 2 مظبوط، هذا بيساوي 1. اذا تي 2 شو بيساوي؟ 9، مش هيك؟ 9 سكند. اذا هاي المنطقه هون 9 سكند مظبوط. هلا اذا عرفت تي 2 مش بقدر صرت احسب المساحه هاي اللي هي A بلس B بلس C مظبوط. نرجع هلا B، اذا شو بتساوي؟ B بدها تساوي هذا الارتفاع، هذا ترابيزويد مش هيك؟ ايش مساحه الترابيزويد؟ الضلعين المتوازيين باخذهم وبجمعهم بقسمهم على 2، مش هيك؟ بجمعهم على 2، 9.5 زائد نص 10، مش هيك؟ فبصير هذا 9.5 زائد نص على 2 مضروب في المسافه بينهم اللي هي قديش؟ 9. 9.5 ونص 10 على 2 5، 5 في 9 45. قديش صارت هلا التوتال اريا، التوتال ديستنس اللي قطعتها A بلس B بلس C؟ بصير عندي A بلس B بلس C بتساوي 1 على 6 زائد 45 زائد 10 ناقص 1 على 6. 1 على 6 بتشطب من 1 على 6 و45 و10 بتعطيني 55 متر. إذا احنا هي هون إذا بدكم تقعدوا يا شباب، بس انت ما تحركش الكاميرا، ما تضربش بالكاميرا لما تكون بالجنب. تعال إذا بدك تكون يا أمينة. إذا عندي هون هلا المساحة اللي بقطعها، المسافة اللي بقطعها في الجزء الأول هذا 55 متر، المساحة اللي راح أقطعها هون باي سيمتري كمان راح تكون 55 متر، إذا بقطع في فترة التباطؤ والتسارع بقطع 110 متر، مش هيك؟ إذا هون كمان نفس الشيء راح أقطع عفوا 55 متر. إذا هون بالفترة هاي راح أقطع 55 متر، وبهاي راح اقطع 55 متر، اذا التوتال راح اقطعه في هذول الثنتين 110، بس المسافه الكليه قديش؟ 600. اذا هاي المساحه هون شو راح تكون؟ راح تصير 600 ناقص 55 اللي جاي من هون ناقص 55 اللي جاي من هون، بصير عندي 110 من 600 قديش؟ 490 متر. اذا راح اقطع مسافه منيحه، راح اقطع مسافه منيحه وانا ماشي على السرعه العاليه، راح اقطع 490 متر وانا على السرعه العاليه. هذا المستطيل ايش مساحته؟ العرض في الطول مظبوط، فبقدر الان ايش اطلع؟ تي 4، مش هاي تي 4 مظبوط؟ في في تي 4، في في تي 4 شو بيساوي؟ في في تي 4 بيساوي 490 متر. اذا تي 4 بيساوي 490 على قديش؟ على 10، وبعطيني 49 سنة. إذا صارت هاي الفترة هون 49 سنة. طيب إذا أول جواب، أول جواب إيش الزمن الكلي اللي راح ناخذه حتى أقطع الجيرني كاملة؟ راح تكون 1 زائد 9 زائد 1 زائد 49 زائد 1 زائد 9 زائد 1، 1 سكند 9 سكند 1 سكند. إذا التوتال تايم تي توتال بيساوي 1 زائد 9 زائد 1 زائد 49 زائد 1 زائد 9 زائد 1 بيطلع قديش؟ 71 49 11 60 11 71. قديش انا كنت على التراينجولر قديش اخذتني وقت حتى قطعتها؟ 50 سكند. اذا دفعت قديش الثمن اللي دفعته؟ 21 سكند زياده، لانه في ريستريكشن على التوب سبيد. حتى زي ما حكيت هاي السرعه تعتبر سرعه، يعني هاي السرعه منطقيه لبيبل موفر، هذيك السرعه كانت عاليه اللي حوالي 82 او 86 متر بالثانيه. اوكي ماشي؟